نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا. الحمد لله الذي علم في القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي. حياك الله بياك ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين. نعم. هذا أخونا يبدو أن له عناية باللغة والنحو، يقول: ما أفضل طبعة لكتاب الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي رحمه الله؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أما بعد، أولا التوجيه لأخينا السائل، نقول له: ما لم يكن متضلعا من علوم اللغة فإن هذا الكتاب لا يناسبه. دائما التوجيه، بعض الإخوة عندهم استشراف وتطلع لما هو أعلى مستواهم، وهذا غلط، لأنه قد يمل الكتاب وقد يفهم غير مراد المصنف، وقد لا يفهم أصلا طريقة المصنف. يعني حتى السيوطي، حتى لو كنت متمكن، لما تقرأ مثل هذا الكتاب ينبغي أن تعرف ماذا أراد السيوطي بهذا الكتاب الأشباه والنظائر، فإن طريقته في هذا الكتاب تصنيفا وجمعا ليس كطريقه في التصانيف الأخرى. ينبغي أن يعرف طريقته ويعرف الغرض منه ويعرف لماذا بالضبط هذا الكتاب. فهذا التوجيه الأول. الثاني، الكتاب له عدد من الطبعات، لكن من أشهرها آخر تقريبا طبعتين وليست بالأخيرة، يعني كان منها طبعة الدكتور عبد الإله نبهان، طبعها في 4 مجلدات ضخمة، كانت من مطبوعات مجمع اللغة في دمشق، طبعة ممتازة جيدة، هو قد يعني اعتنى بها، والدكتور عالم، يعني الدكتور عبد الإله عالم في هذا الباب وله نتاج علمي جيد مشهود له بهذا الباب. وأيضا هو خدم الكتاب بفهارس مفصلة كبيرة جدا، أظن طبعها بمعهد المخطوطات خاصة بالكتاب، تفصيلية جدا، وهذا ممتاز، هذا كان المفروض تلحق أصلا مع أصل الطبعة، فالذي كان عنده هذا يلحق هذا. أنا عندي هذا الأصل لكن ما عندي هذا الفهرس يا ولدي، الله يسره. أيضا طبعة الدكتور عبد العال مكرم جيدة، 9 مجلدات، مؤسسة الرسالة، إخراج ممتاز، أما الإخراج فقط الرسالة أحسن من إخراج الصراحة طبعة المجمع اللي طبعت عليها، 9 مجلدات ممتازة. والدكتور عبد العال مكرم أيضا أستاذ متخصص في اللغة وله دراسات ممتازة أيضا وأبحاث جيدة وشيء من ذلك. المقصود أن هذا أحسن طبعتين آتان، أنا الحقيقة لم أقارن بينهما، لكنهما قرأت في هذا وهذا ما تبين لي، يعني قراءة غير مقارنة، قراءة مواضع كنت أريدها تفتيشا وشيء، وقراءة وشيء من تحصيلا يعني في أبواب التحقيق وشيء من ذلك، لكن الحقيقة المقارنة هي اللي تبدي لك الفوارق بين الطبعتين وشيء من ذلك، لكن هذا أحسن الموجود إن شاء الله، وإن شاء الله التوفيق للجميع. آمين. نبدأ. بسم الله. بسم الله. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية متميزة ونفيسة. صاحبة الرسالة العلمية هذه هي رسالة أصولية جاءت إلى أحد كبار الأعلام في العالم الإسلامي في تاريخ الأمة، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو صاحب النتاج الغزير العظيم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد لا يكون صنف، بل هو لم يصنف كتابا خاصا في الأصول على طريقة ما صنفه الأصوليون، لكن علمه الأصولي لا شك أنه من أبحر العلوم وأنه من أقعد العلوم عنده، وإلا هذا الكم الهائل والفتح الرباني له في حسن الاستنباط وحسن الاستدلال وتوجيه المعاني، دفع الإشكالات، رفع التعارض، هذا ما يمكن يؤتى واحد ما يدري إيش الأصول ولا مقلد في مسائل وقواعد الأصول، هذا ما يمكن، هذا هو نفسه مجتهد في أبواب الأصول وفي قواعد الأصول ومسائل الأصول. هي جاءت إلى هذا العالم وأخذت تبحث وتفتش عن قضايا، عن مسائل أبواب الاجتهاد والتقليد والفتوى، وجمعت ما له علاقة بكلام شيخ الإسلام تيمية في هذه الأبواب الثلاثة، سواء ما نص عليه أو ما استنبط من كلامه أو ما نسب إليه، يعني ثلاثة، إما نص عليه أو نسب إليه أو استنبط من كلامه. بعض الأحيان لا ينص، لكن تصرفاته في الفروع أو في الاستدلال
ومناحي الاستنباط عنده تدل على هذا. وضحت الآن؟ وهذا يحتاج دقة في الاستقراء. هذا يحتاج دقة. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة ريم بتمسفر بن مبارك الشردان وفق الله في هذا البحث النفيس، جمعت هذه الثلاثة الأبواب من كلام شيخ الإسلام تيمية، لم تحدد كتبا، قالت كذا من كتبه، فجردت الذي فهمته من كلامها، لأني حاولت أعرف ما هي الكتب التي انتقتها. لما رأيت الإحالات وإذا بها منوعة، يعني وإذا بها تختار من المطولات، تختار من درء التعارض، هذا ليس مكان للمسألة الأصولية، منهاج السنة النبوية وانت ماشي، هذا طبعا مجموع الفتاوى منتهين منه وأشياء، فدل على أن كان مرادها لما قالت جمعت كتب شيخ الإسلام وقرأت واستخرجت منها، معناه شيء من الاستقصاء والتتبع وشيء من ذلك وفقها الله. وهذا دليله الإثراء المادي أو العلمي الكثير الموجود هنا في هذا البحث الذي سمته الاجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الثلاثة طبعا هي محل الدراسة. أنا كنت أتمنى وأنا دائما أطالب الإخوة أنهم يأتون بالعنوان كاملا، العنوان ترى مهم جدا يكون كامل. هذا تمام العنوان، شوف جمعا وتوثيقا ودراسة، هذا تمام العنوان جمعا وتوثيقا ودراسة. الكتاب هذا تعبت عليه أختنا الفاضلة الدكتورة ريم بنت مسفر ابن مبارك الشردان وفق الله، وقدمت بمقدمات. طبعا طريقتها أنها جاءت إلى المسائل التي قسمت الكتاب إلى ثلاثة أبواب هي أو فصول، هي هذه الأبواب الثلاثة عندك، الاجتهاد والتقليد والفتوى، هي هذه الثلاثة عندنا، لأن قدمت بمقدمات فيها ترجمة مقتضبة وقد أحسنت في الاقتضاب، لأن شيخ الإسلام أصلا ترجمته مشهورة معروفة ما يحتاج أصلا الترجم، لكنها أحسنت في الاقتضاب، ثم بدأت بعد ذلك وبدأت تتكلم. الفصل الأول خاص بالاجتهاد، وتحته المسائل التي هي المباحث التي متعلقة بكلام شيخ الإسلام مما ذكره من مسائل الاجتهاد وعالجه وتناوله في أبحاثه ومصنفاته. المبحث مثلا آراءه المتعلقة بحقيقة الاجتهاد وحكمه وشيء من ذلك، فيها سبع مطالب. أولها المطلب والتعريف الاجتهاد، يعني أنا حبيت أقف عند هذا للبيان. أختنا الفاضل باحثة وفقها الله من حسن ما فعل في بحثها أنها ما جاءت لما تعرف الاجتهاد، يعني ذهبت تعرفه يعني تستجر ما عند الأصوليين أو اللغة أو شيء، هي تعرف الاجتهاد لأن شيخ الإسلام عرف الاجتهاد، فأتت إلى تعريفه للاجتهاد وتبدأ تشرحه وتبين وتأتي، لأن يقول له مراد لما عرف الاجتهاد بكذا أو لما عرفه بكذا، فإن تأتي به وتقارن بعد ذلك بعد تعريفات الأصوليين. هذه المطالب بقية، الحكمة من شروعة الاجتهاد، حكمه، مطالبه التي تحتها سبعة مطالب، ثم آراءه المتعلقة بالمجتهد، وهذه هي المطالب، هذه مطالبه الباقية، ثم آراءه المتعلقة بمحل الاجتهاد، وهذا هو المبحث الثالث، والرابع المتعلقة بنتيجة الاجتهاد، وهذه النتيجة أطالت فيها النفس لأن شيخ الإسلام أولاها عناية عالية، جعلت تحتها 12 مطلبا، لأن فيه مسائل كبرى مثل الاجتهاد بالمخالف في المذهب، أسباب اختلاف المجتهدين، نقض الاجتهاد ونحو ذلك من القضايا التي هل في الأصول هل فيه اجتهاد مسائل الأصول. الفصل الثاني في التقليد، أيضا أربعة مباحث، كذلك آراءه في حقيقة التقليد، مطالبه، آراءه في المقلد فيه، وأيضا مطالبه، ثم في المقلد وأحكامه ما يتعلق به، تحته 10 مطالب، ثم آراء متعلقة بالمقلد، وهذا بالمقلد تحته أيضا مطالب. الفتوى وهو الفصل الثالث والأخير عندنا، أيضا كذلك تحته 3 مطالب، كلها حقيقة الفتوى وحكمها في مبحث المفتي والمستفتي، وكلها مطالبها تحتها. طريقتها يا ولدي إيش قالت هي عشان يعرف الإنسان طريقتها، هي جمعت كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قالت فما كان من كلام شيخ الإسلام في هذه القضية الأصولية موافقا لما عليه جماهير الأصوليين خلاص، فتذكره وتذكر إن ذكر هو دليله وخلاص، فأصلا هذا متقرر، يعني ما يحتاج تقرر المتقرر وتمضي عليه لأنه خلاص وضحت الآن. لكن هذا حالة. الحالة الثانية أن يكون كلام شيخ الإسلام في قضايا الأصولية محل البحث موافق للأصحاب، لكن وهو خلاف ما عليه جمهور الأصوليين، حين تذكر أدلة شيخ الإسلام وما ذكره وتناقش، وتذكر أدلة الجمهور وتناقش. لكن الحالة الثالثة وهي الأصعب والأغور والتي تحتاج إلى شيء من البسط والكلام، إذا انفرد شيخ الإسلام برأي على خلاف المذاهب الأربعة بما فيهم أصحابه، وهذا هنا تبسط الكلام فيه، وتأتي لماذا ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى هذا القول،
وما دافعه وما مسبباته وهل بنى عليه شيء، فتأتي بالثمرات. الثمر قد تكون مسألة مسألتين ثلاثة أربع ما بنى عليه في اختياراته. طبعا هذا على عامة ما اختارته من كلام الأصولي، فإن تأتي فيه إلى ثمار أو ثمرة هذا المنح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما اختاره من المسائل الأصولية، وتبدأ تتكلم كيف بناه على الأصل هذا، وعند القول مخالفة الأصولي كيف وكيف أجاب على المخالفين. الكتاب في مجلدين من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالاشتراك مع عطاءات العلم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر وهو رسالة علمية، وهو عبارة نوع من استثمار القواعد الفقهية واستخراج منها ما يمكن الإفادة منه من أحكام فقهية تتعلق بمسائل الدعوة. طبعا قضايا الدعوة أو أركان الدعوة أربعة: الداعي والمدعو وموضوع الدعوة وأساليب الدعوة. هذه أربعة أركان. الأربع الأركان هي محل البحث عندنا، كيف يمكن أن نستفيد من القواعد الفقهية ونستخرج منها ونستنبط فقها يعود على هذه الأركان بحسن الاستنباط وما يعين على فهم النوازل وشيء من ذلك. البحث بعنوان فقه أركان الدعوة، شوف فقهها من خلال القواعد الفقهية، دراسة تأصيلية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة فاطم بنت عوضة سعد الشهراني وفقها الله. طبعا فصول الكتاب الأربعة هذا وضحت الآن، لأن نحن عندنا أربعة أركان للدعوة وهذه فصولها الأربعة، فكل واحد منها جعلته في باب أو في فصل مستقل وجعلت ما تحته من القواعد التي هي محل الاستنباط، يعني هي المقدمات المعروفة التعريفات المعروفة، لكن أهمها العلاقة بين علم الدعوة وعلم القواعد، هذا مهم. لكن تبدأ بعد الفصل الأول الفقه المتعلق بالداعي من خلال القواعد، طبعا تحتها مبحثان: إعداد الداعي أو صفات الداعي وتجربة، إحنا بعد قليل نرجع إليها. بعد ذلك ما يتعلق بالمدعو كذلك، ثم ما يتعلق بموضوع الدعوة كذلك، تحتها مباحث، ثم ما يتعلق بوسائل الدعوة وأساليب الدعوة، وهنا فيه إطالة والحاجة إليه ماسة. كيف طريقة البحث يا ولدي؟ أنها تأتي إلى كل قاعدة، مثلا هذا الموضوع اللي محل أحد الموضوعات، مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فتشرح لك القاعدة معنى الكلي للقاعدة، ثم الأدلة على القاعدة مشروعيتها والمعنى الإجمالي المعنى الإفراد والإجمالي، ثم إذا كان في خلاف في القاعدة وشي تذكر الخلاف وشيء من ذلك حتى تنتهي منها. بعد ذلك عندنا هذا هو اللب والخلاصة الحقيقية، وهو اللي هو دائما تعنون بعد كل قاعدة تعنون له إلى الفقه الدعوي المتعلق بإعداد الدعوي من خلال القاعدة اللي مرة تقريرها بعد قليل، فتبدأ تستنبط لك هذه المسائل الفقهية المتعلقة بهذه الناحية، والكتاب على هذا المنوال واستنباطاتها جيدة. لكن ما الحاجة إلى تقرير المقرر لما تأتي إلى القاعدة: المشقتين بالتيسير، اليقين لا يزول بالشك، فتبدأ تشرح ألفاظها تستدل عليها بيان معناها، هذا متقرر أصلا. القواعد الكبرى وما يتبعها أصلا متقرر في كتب القواعد، لا حاجة في مثل هذا البحث أن تتقرر من جديد وهي متقررة، خاصة أن التقرير لا يبني على شيء. فلب القضية أو لب البحث حقيقة يتعلق في قضية واحدة: الناحية الدعوية وما فيها من الفقه الذي يستخرج من هذه القواعد الفقهية، هذا هو اللب الحقيقي. ليتها قسمتها إلى قسمين: منه ما هو مستنبط أو استنبطه العلماء وهذا جيد، أو ومنه ما هو معد للاستنباط بحيث تنزل بعض النوازل الحديثة أو توعي بالكلام في هذا، وأما المتقرر خلاص انتهينا منه يعني. وفق الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالاشتراك مع عطاءات العلم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وبين أيدينا هذا التحقيق الذي في يعني فيما وقفت عليه من طبعات الكتاب الكثيرة، يعد أفضل تحقيق وطباعة حتى الآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن مطلق الطوالة وفقه الله، جاء هو هذه رسالة العلمية الذي حقق عليها الكتاب. الكتاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري العالم الشافعي المعروف المتوفى عام 926 الهجرة رحمه الله، صنف هذا الكتاب. فإن طبعا الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يعني أول شيء هو من المعمرين، جاوز عمره 100 سنة، وطلابه كثر ولدي، وكان يتقن عددا من العلوم، معروف حتى لقب الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وحواشيه وكتب مصنفاته كثيرة جدا في هذا الباب. كان هو مما تعنى له، هو كان من طريقته أنه يجمع ويقرأ ما تحت يده مما وقف عليه من كل فن أو أراد كتابة فيه ثم يكتب فيه، فيجمع لك ما كان ممن تقدمه، لكن بشيء من
فيه شيء من النقد أو 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 التثبيت، الاستدلال، التوضيح بهذه الطريقة. غالب كتبه فيها ترى حواشي وتعليقات وبعضها شروح، وهي كانت تتداول في الدروس العلمية. جاء إلى متشابهات القرآن، وهي باب مطروق معروف متشابه القرآن، كتب فيه عدد من الكتب شيء من ذلك. الباحث وفقه الله في المقدمة ذكر مجموعة من هذه المباحث أو من هذه المصنفات التي أصلا مذكورة عند العلامة الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في هذا الكتاب، وتكلم عنها وعول إليها وشيء من ذلك، وعنده إضافات وذكر مصادره ومراجعه وطريقته في تداول هذه المتشابهات ونرتبع على حسب ترتيب السور القرآن في المصحف. وكتابه سماه فتح الرحمن بكشف ما يلبس أو المفروض يلبس في القرآن، للعلامة زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى عام 1926 للهجرة رحمه الله. دراسة وتحقيق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة وفقه الله، وقد وقف على يقول وقف على 7 نسخ خطية، إلا أنه اختار منها 4 يرى أنها هي الأهم وأفضل نسخ السبعة. هذه 4 خاصة نسخة مكتبة الحرم المكي، فإنها مقابلة على نسخة المؤلف وعليها خطه أيضا، فجعلها أصلا يبي. وهذا الذي النسخة هذه لأن فيها العنوان بهذه الطريقة فهو اختارها لأجل هذا فقط، وإلا فإن أكثر من ترجم له، وحتى بعض النسخ الخطية التي هو عول عليها فيها العنوان فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، وهذا شيء واضح المعنى شيء جدا واضح يعني عرفت، وبيشتهر الكتاب عموما. لكن على العموم اختار هذا لأجل ذلك. قدم بمقدمة ترجمة الزكريا الأنصاري وترجمته حافلة ومشهورة معروفة، ثم تكلم عن هذا الكتاب وموضوعه، ثم تكلم عن طريقة زكريا الأنصاري وذكر بعد ذلك خطته، وهذه طريقته أنه يرتب يأتي قول الله عز وجل ترتيب حسب سور القرآن. خلينا نشوف هنا في الداخل قول الله يأتي بالصورة وما فيها تحتها من هذا، مثلا هذا الصورة مرت معي قبل قليل، الصورة الفلانية صورة براءة، هذه صورة مثلا براءة كما ترى، يبدأ قول الله عز وجل كذا، يبدأ يذكر لك أين المحل اللي هو فيه شيء مما يحتاج إلى بيان وتوضيح، إن كان تكرار، إن كان تقديم وتأخير، حذف وإضمار، وأشياء قضايا فيها لبس تحتاج إلى كشف، طبعا هذا أسرار غامضة تحتاج إلى بيان. وهذا طبعا المتشابهات القرآن منها هو على قسمين كبيرا، قسم استأثر الله بعلمه مثل علامات الساعة وغيرها وشيء، وقسم علم لأهل العلم لكنه لا ليس كل واحد يدركه، إلا أنها تحتاج إلى نوع من التأني وإمعان النظر وأشياء. هو هذا جمعها ممن سبقه وأضاف في كتابه، ويعد كتاب ترى من المطولات في الباب، مجلدين من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله. هذا ولدي بحث ماتع بمعنى الكلمة، وهو من الأبحاث الأصيلة في بابها على أنه بحث متقدم له أكثر من 40 سنة أصلا، وهو طلعته ترى هذه الثانية أظن والثالثة وشيء من ذلك. الأبحاث الأصيلة شيخنا تبقى محافظة على مكانتها، هذه ميزة الأبحاث الأصيلة لا تفرط بها ولدي، تبقى لها قوتها العلمية حتى لو جاء بعدها ما جاء، ما يأتي بعدها لا يكون ناسخا لها أبدا، بخلاف الأبحاث اللي هي قص ولزق، ولا هي مشي حالك، ولا أعطاها غيره سويها له، ولا يعني اللي يبغى يأخذ الدرجة ويمشي لا والله اللي بعدها يكون ناسخ وانت مرتاح يعني. لكن الأبحاث الأصيلة جودتها العلمية تبقى ونفاستها تبقى، تجدها مستأثرة بأشياء معينة ويبقى أثر حتى عند حال قراءتها. هذا من الأبحاث الأصيلة يا ولدي، هي عبارة عن ما صار سبب بالدراسة الموضوعية. الدراسات الموضوعية سواء في القرآن أو في السنة مشهورة، يأخذ موضوع يجمع ما فيه من الآيات أو في الحديث من الحديث ويدرس كامل، يعطيك تصور كامل عن هذه القضية في القرآن كيفية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي وفقه الله أجاء إلى موضوع المنافقين وما ذكرهم الله عنهم في القرآن، جمع كل الآيات المتعلقة بالنفاق وأهله في هذا الكتاب الذي سماه المنافقون في القرآن الكريم. طبعا دراسة موضوعية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي وفقه الله. وهذا الكتاب يقول هو جمعت كل ما يتعلق بالمنافقين، ثم بعد ذلك هو قسمهم جاء إلى قضايا مهمة في النفاق. يقول ظهر لي أن في القرآن من أحوال وصفات المنافقين ما لم يذكره المؤرخون، والسبب واضح، لأن المنافقون أصحاب خفية وإسرار يتآمرون على الإسلام وأهله، فالله عز وجل مطلع عليهم فيفضحهم، بخلاف المؤرخين هم ما يدروا إلا ما أمامهم، وهذا فرق كبير. ولهذا القرآن جل حتى هو خرج من النتائج بعد الدراسة،
قل من صفات المنافقين ما هو لا ما ليس موجودا في القرآن. يعني حتى في السنة ترى ترجع إلى شيء من الموجود في القرآن عندنا. جميل. وهذه يعني حتى هو لما بعد الخلاصة جاء إلى آخر شيء صفات المنافقين أعطانا خلاصات، ذكر 18 صفة فيهم موجودة في القرآن، هي صفات كبرى تحت تدرج عدد من الصفات. المقصود جاء بعد ذلك وهو وقسم المنافقين إلى أقسام خمسة. الأقسام الخمسة هي مراحل خمسة، لأنه هو يقول حتى نعرف كيف بدأ النفاق في المجتمع المسلم وكيف بدأ يتشرى، ما هي الموضوعات التي تطرقوها، ما الأسباب، كيف توسعوا، وكيف كان القرآن يعالج ذلك ويكشف ويفضح أحوالهم. لابد أن نأتي بمراحلهم. بدأ يقسم إلى خمسة مراحل، يعني خمسة أقسام عندنا. المرحلة الأولى من بداية الدعوة أو بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر. القسم الأول ماذا حصل هنا للمنافقين، بداياتهم كيف ظهرت، من الموضوعات اللي طرقوها. بعدين من غزوة بدر إلى ما يتعلق بغزوة أظن الخندق أو شيء من ذلك، ثم من الخندق إلى تبوك، من تبوك بعدين إلى ممات رسول الله. خمس أقسام عندنا، قسمها كل مرحلة فيها ما الموضوعات التي تناولها المنافقين، كيف القرآن عالج هذا الموضوع وتكلم عنهم. ويأتي ولدي شيء جمع وتحليل على مستوى دراسة تحليلية حقيقية وجمع موضوعي نفيس بمعنى الكلمة، وفقه الله. وهذا هو هذه هي مقدماته. خلنا نذهب إلى الأخير، لأن الأخير فيها وإن كان صراحة الأقسام ليست ظاهرة. هذا هو الفهرس. لما بدأ طبعا هو بدأ بمقدمات التمهيدية، فيها تعريف النفاق وأنواعه وبواعثه وأهدافه. ثم بدأ القسم الأول المنافقون بعد الهجرة، من بعد الهجرة إلين يأتي إلى هنا في بدر، من بدء إلى بدر هذا ماذا فعلوا، ماذا نزل فيه من الآيات بالنسبة لهم. ثم بعد ذلك القسم الثاني المنافقون بعد بدر، يمشي إلى غزوة أحد، بعد ذلك ينتهي إلى يبدأ القسم الثالث المنافقون بعد أحد، يمشي إلى أن يأتي إلى فين راح إلى غزوة الأحزاب، بعد ذلك من بعد غزوة الأحزاب إلى غزوة تبوك، ثم المنافقون بعد من بعد غزوة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. لما جاء الخاتمة أتى بخلاصات لما سبق ذكره، ذكر فيه مثلا مجمل الصفات المنافقين المذكورة في 18 صفة كما قلت لك، فيها تفصيل جميل جدا. ثم حكم الإسلام في المنافقين من ضوء ما سبق تدرج التاريخي، هل اختلف الحكم أول المنافقين عن آخرهم عن أوساطهم ولا لا، ولا واحد. تمييز أفعال النفاق وما يشابهها، ما الضوابط اللي جت في القرآن تميز لك أفعال المنافقين والنفاق بالذات النفاق الأكبر. ثم بعد ذلك نهاية المنافقين الذين عاصروا التنزيل، وهذا روعة، ترى المنافقين هذا مآلهم سيكون، وهذا ترى فيه من يعني التدبر وحسن الاستنباط والاستخراج لما في آيات الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بنفوس خلقه. والكتاب فيه طبعا هو جمع من كتب من الآثار والروايات وأشياء والمنقول عن آثار السلف في التفسير وأشياء ما جعله يعني يحبوك محبوك حبك هذا الكتاب، الله يعطيه العافية. الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية، مجلد ضخم، وفقهم الله. هذا ولدي أيضا رسالة علمية، وهي ولد على خلاف المعهود. المعهود أن يدرى أو معنى صح بحث طريقة جديدة. الأصل أن القراءات القرآنية لها آثار في عدد من العلوم، فبعضهم درس أثر القراءات في الفقه مثلا، أثر القراءات في التفسير وأثر في التفسير. وهذا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة نمشة بنت عبد الله الطوالة، جاءت إلى موضوع القراءات القرآنية وكيف يمكن أن تؤثر في مسائل علوم القرآن، وقالت لم يتطرق أحد إلى هذا مع قرب العلاقة بين العلمين، علم القراءات وعلم علوم القرآن، ومع ذلك لم يتطرق أحد إلى أثر القراءات في إثراء مسائل علوم القرآن. فجمعت في هذا البحث الكبير هذا العنوان الذي سمته القراءات القرآنية وأثرها في علوم القرآن لأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة نمشة بنت عبد الله الطوالة، وفق الله. والكتاب جردت فيه يعني بحثها كتب علوم القرآن وما يتعلق به. ثم جاءت إلى هذا، قسمت الكتاب إلى بابين كبيرين، تحت كل باب فصلين أيضا، وهو قد خصت يعني ما يتعلق بهذا البحث. جعلت الباب الأول طبعا هذه المقدمات، الباب الأول ما يتعلق أثر القراءات فيما يتعلق بنزول القرآن وبسند القرآن والإقراء، وهذه جعلت هذا الفصل طبعا هذا الأول فصل نزول القرآن هذا، وهذه مباحثه كما ترى. ثم بعد ذلك ما يتعلق بسنده وأدائه، وهذه مباحثه كما ترى. الباب الثاني ما يتعلق من أثر القراءات بألفاظ القرآن ومعاني القرآن، فصلان، فصل للمعاني فصل للألفاظ، كيف أن القراءات تؤثر في غريب القرآن، في إعراب القرآن، في إعجاز القرآن،
يعني فيما يذكره المفسرون، وهذه من علوم القرآن أصلا كلها. وهكذا دواليك الأخير له علاقة حتى بالجانب الأصول والاستنباط الدلالات الألفاظ، علاقتها أو أثرها في الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والموجود والمبين والمقيد وهكذا المتشابه إلى آخره لمشكل القرآن. وفق الله، والبحث يعني قد أثنى عليه جماعة من أهل العلم، وفيه إضافة نوعية لعلوم القرآن، مجلد ضخم من إصدار الدار كنوز إشبيلية، وفقهم الله. أستاذنا شيخنا في فاصل؟ نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله. نتوق إلى العلم من نبعه. محبة في الأهل، وبركة في الرزق، ومنسأة في الأجل، من عظيم ما جاء به الإسلام، ومن أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة، إنها صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم تكون بزيارة الأقارب والإحسان إليهم، وإيصال ما أمكن من الخير لهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وعيادة مريضهم، والتصدق على فقيرهم، ومشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم. وتكون كذلك بكل ما تعارف عليه الناس مما يقوي من أواصر العلاقات بين الأقارب والأرحام، كالصلة عبر وسائل التواصل الحديثة وغيرها. وأما عمن يجب وصلهم من ذوي الأرحام فهم أولو القربى من الأصول والفروع، كالآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم. فهؤلاء جميعا لهم حق البر والصلة بالمعروف، كل بحسبه. واعلم أن الصلة ليست مكافأة، بحيث لا تصل إلا من يبادلك الصلة، بل هي عبادة مستقلة، فتصل من قطعك، وتعطي من منعك من أقاربك. ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا قاطعه قريبه بادره هو بالصلة. وكما أن للصلة ثوابها العظيم، فلقطيعة الرحم عقاب أليم. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. نتوق إلى العلم من نبعه. حيا هلا بكم متابعينا الكرام، من جديد الترحيب بكم شيخنا. حياكم وياك ولدي. نوصل شيخنا عرض كتب دار كنوز إشبيلية. نعم، هذا أيضا رسالة علمية، أيضا بحث نفيس، صاحبته وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة الأستاذة الدكتورة منى بنت فهد النصر، وفق الله، جاءت إلى أحد أيضا العلماء الذين عرفوا بحسن بيانهم وحسن كتابتهم، وهو العلامة ابن القيم رحمه الله. جاءت واستخرجت من مصنفاته ما يتعلق بقضية النظم القرآني، وكيف كان يتناول ابن القيم رحمه الله هذه القضية، خاصة أنه صاحب حس وصاحب تذوق نظم تذوق عالي جدا، حتى هي خلصت من نتائج ما خلصت إليه أن ابن القيم رحمه الله ما كان يتداول مسائل البلاغة على طريقة البلاغيين، بل له حس خاص جعله هو تخيل هو يخرج بفنون جديدة في علم البلاغة لم يسبق إليها. هذا عجيب، وهذا من العجائب. طبعا حتى ما كان مذكورا في كتب البلاغيين يتداوله بوجه آخر بطريق آخر، وهذا طبيعة رجل البحر العالم البحر الذي يأتي، خاصة إذا كان منور بعلم الوحي سبحان الله العظيم، يأتي بإعجاب يعني بدائع في الباب. المقصود سمت بحثها بلاغة النظم القرآني عند ابن القيم رحمه الله، متوفى عام 750 للهجرة رحمه الله. أختنا الباحثة الفاضلة الأستاذة الدكتورة منى بنت فهد النصر، وفق الله، جاءت إلى كتب ابن القيم، وتقول هي كتب ابن القيم إلى حد وقت طباعة الرسالة أو أخذ الرسالة العلمية تقول كانت 30 مجلدا تقريبا، هذا وقتها، أما الآن صار 75 بعد الأعمال الجديدة اللي خرجت. هي فجردتها كلها وأخرجت ما يتعلق بالنظم القرآني، قالت لأنه ما خرج من جمع لتفسير ابن القيم
الخارج الأول في مجلد وبعدين الثاني في خمسة مجلدات لا ينبئ أبدا، وقراءته لوحده ما تعطيك تصور عن حقيقة ابن القيم وكيف تصرف في النظم في كيف تذوق النظم القرآني. قال ما تبدي، فجردتها واستخرجت منها أشياء تتعلق بهذا. طبعا قصرت بعد ذلك، أول ما بدأت يا ولدي قدمت الكتاب بمقدمة، هذه مقدمة جيدة طبعا، أولها الترجمة ابن القيم معروفة لكن فيها قضايا مهمة في القضية البلاغية، لكن تعال هنا النظم في نشأته وتطوره التاريخية كان الغرض منهم لماذا؟ أين محل ابن القيم من هذه السلسلة؟ آخرها طيب تأثر بمن؟ أخذ بمن؟ رد على من؟ تشبع بمن؟ وانت ماشي، لأن أخذت بنتائج مثلا أن ابن القيم رحمه الله تأثر بالزمخشري والرازي وكان مطلعا كثير الاطلاع، عبد القاهر الجرجاني متأثر ببعض القضايا منه أخذ منه بهذه الطريقة، مع أن له نتائج أيضا أخرى كما قلت لك قبل قليل، مثلا ابن القيم يذهب إلى البلاغيين يذهبون إلى الترادف، هو يمنع الترادف، يقول أن أصل الكلمة لا تأتي بنفس الأولى وإنما لها معنى مغزى آخر يحتاج بس تأمل، على طريقة ابن القيم رحمه الله، فيبدأ يخرج يعني أسرار جميلة جدا في معاني في المعاني الربانية لهذه الألفاظ. الباب قسمت بعدين كتابها إلى ثلاث أبواب كبرى، ما يتعلق بالمفردات وبالتراكيب ثم ألوانه من البديع والبيان. المفردات الباب الأول بلاغة نظم، تحته فصل يتعلق بالحروف، فصل يتعلق بنظم الكلمة، نظم الحروف والكلمة، تحتها عدد من الموضوعات وما يمكن الكلام عنها وهذه التقديمات وما يتعلق بها. ثم الفصل الباب الثاني بلاغة نظم التراكيب، وهذا أطول فصول أطول أبواب الكتاب تراكيب، جعلت تحته فصولا التقديم والتأخير، الخبر والإنشاء، الوصل والفصل والإجاز والإطناب، وانت ماشي تنوع الخطاب إلى أن تصل إلى سبعة فصول. ثم الباب الثالث والأخير صور البيان والألوان البديع، تحته هذه الفصول الثلاثة، لكن لنا موضوعات ثلاثة هي الأصيلة، التشبيه والتمثيل ثم المجاز، وموقف ابن القيم المجاز مشهور ومعروف، والأخير ألوان من البديع وتكلمت عنها وفق الله، وهي في كل شوف في كل ما تأتيه وتذكره الكتاب مليء بنواحي استدلال ابن القيم، إبداعاته وكيف نظر إلى هذه القضية، تقارنه بكلام غيره وشيء من ذلك، مجلد ضخم من إصدارات دار كنوز الإشبيلية وفقهم الله. هذا ولدي صاحبه يقول إنه استلهم استلهاما ما يتعلق بمقاصد الصور، يقول يخطئ كثيرون ممن صنفوا في مقاصد الصور فيأتون إلى قصص القرآن وموضوعات الصورة وقصص الصورة ويقولون هذه المقاصد، مع أن الحقيقة إنما سيقت هذه الموضوعات وهذه القصص لأجل المقصد الصورة، ففرق بين أن تجعل هذا هو المقصد وبين تجعلها أنها وسيلة لبيان المقصد أو لتوضيح المقصد. فهو قال إنه هذه كثير ذهب إلى الأول مع أن الغرض هو الثاني، لكنه في عنده أظن مشروع طويل كبير جدا أراد الشخص في هذه القضية البيان المقصد الكلي من كل صورة، ثم بعد ذلك المحاور الرئيسية تدور عليها الصورة كاملة في كل صور القرآن مر عليه بهذه الطريقة، وسمى كتابه جنى القلب الهايم في مقاصد السور ومحاورها لأخينا الحبيب فضيل الشيخ عدنان عبد القادر وفقه الله. طبعا رتب الكتاب على طريقة على ترتيب سور القرآن، كل سورة مثل سورة الفاتحة أول ما يستهل ذكر المقصد الأعظم لها ويجعلها الأصل يجعلها باللون الأسود المحبر كما ترى سورة البقرة هذا ويعيد ويكرر في آخر كلام، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما محاور الصورة وما يتعلق شوف سورة العمران هذا المقصد الأعظم ويبدأ ما يدلل عليه وشيء من البيان لأجل بيان الفكرة وتوضيحها والمحاور مدور عليه، والكتاب كله في مجلد ضخم من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية وهي رسالة صاحبتها الحقيقة تعنت لها، أنا كنت أظن أنها فقط سوف تقف عند شرح الإمام النووي لصحيح مسلم وتستخرج منه القضايا العقدية في هذا الشرح، وهو كتاب حافل في هذه القضية لا إشكال في ذلك، لكن الحقيقة أعجبتني أنها ما فعلت ذلك، بل ما قصرت بحثها على كتاب شرح النووي على مسلم، ذهبت وأتت بكل كتب النووي واستخرج منه كل مسائل الاعتقاد التي تكلم الإمام النووي فيها رحمة الله عليه في كل أبواب العقيدة، وجمعتها وجعلتها محل بحث في هذا البحث الذي سمته منهج الإمام النووي في أصول الدين وفي عامة كتبه، بكل حتى كتبه اللي في مصطلح الحديث ولا في الفقه وغيرها، لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة منيرة بنت حمود بن سعد العرموشي البدراني وفقها الله. أما المقدمات طبعا
طبعا الكتاب حافل يا ولدي بالنقل الدقيق عن ابن عن الإمام النووي رحمه الله، وفيه ذكر لقضايا جملية في الاعتقاد القصد بيان أصول في أصول الدين جملية وتفصيلية، فإنها لما تأتي مثلا إلى الصفات قالت ما ذكره النووي رحمه الله في كتبه هذه أحصت الصفات، سواء الصفات الذاتية الصفات الفعلية الصفات، بهذه الطريقة أحصتها وتبدي ماذا قال عنها في الكتاب الفلاني في كذا واستنبط كذا واستخرج كذا، ثم تقرر بعد ذلك هل هذا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة ولا مخالف. فإن كان بناه على أشعرية ولا شك أنه ابن رحمه الله ماشي على طريقة الأشاعرة في الصفات وغير الصفات في أبواب القدر وغيرها أيضا، المقصود أنها بعد ذلك تأتي بالجواب عن مثل ما أورده هو، يعني الكلام على ما أورده والجواب عنه عند أمة السنة وفق الله. طبعا قصة بحثها إلى هذه الأبواب، الباب الأول منهج الإمام النووي في تلقي العقيدة وهي قضايا التلقي، خبر الواحد، موقفه من التأويل، من الفرق، من التفويض، وهذه الثلاثة الفصول هي مهمة جدا لأجل بيان المنهج العام الآن عندنا الكلي. الباب الأول كله استكشاف عندنا طبعا هذه الفرق، بعد الفصل الخامس ما يتعلق بموقفه من التصوف الصوفية وقد كان فيه شيء من ذلك، الثاني منهجه في تقرير التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، قسمتها إلى فصلين. شوفها هذا اللي قلت لك تقف إلى هذا نثرا وتفصيلا للصفات التي ذكرها وتكلم عنها النووي رحمه الله في مصنفاته، وتأتي وتنقل، وبعد ذلك منهجه في توحيد الألوهية ومضادها الفصل الثاني. والباب الرابع أو الباب الثالث بعدها ما يتعلق، هذا الباب الثالث في أصول الدين، في سائر أصول الدين، الإيمان بالملائكة، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، هذا باليوم الآخر، هذا اليوم الآخر كامل عندنا الفصل ما يتعلق بالقدر. الأخير عندنا من الأبواب ما يتعلق الباب الرابع مسائل الإيمان، ما يتعلق الخامس والأخير الإمامة والصحابة وقوله فيها، وهذا قوله فيه كله يتمشى فيه مع على طريقة أهل السنة وفق الله. وهذا مدارسة مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله. هذا ولد أيضا رسالة علمية وهو تتمة لمشروع، المشروع كان عبارة عن جمع للمنظومات التي بنيت على اعتقاد أهل السنة والجماعة على مر العصور، فأخذت رسالة في من أول ما بدأ أول منظومة عندنا إلى القرن الثامن، ثم أخذت من القرن الثامن يعني من بداية القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر. أما هذه تتمة المشروع وهي المنظومات التي نظمت في القرن الرابع عشر لوحدها، فإنها وهو قرن غزير بالنسبة لما سبق، يعني بالنسبة للبحث الذي قبله غزير، المادة التي فيها كبيرة، لكن طبعا قسمت إلى قسمين ما بين نظم لتقرير مسائل الاعتقاد وقسم، والقسم الثاني النظم الذي قيل للردود على المخالفين لاعتقاد أهل السنة، فهي قسمة المجموع 13 قصيدة أو شيء من ذلك. سمى بحثه منظومات أهل السنة والجماعة في تقرير الاعتقاد في القرن الرابع عشر الهجري جمعا ودراسة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خميس ابن رضا الحمد وفقه الله. أما المقدمات التي قدم بها كتابه وهو يعني أهمية هذا البحث والمنظومات وشيء من ذلك ودراسته وجمعها، يقول راح جمعها مما يتعلق الجمع يتعلق بكتب الطبقات والتراجم حتى المذكرات والرحلات والردود وغيرها والمجاميع والمجلات ليقف عليها. وأنا يعني أقول له ترى فاتك كثير الله يعطيك العافية، لأنه فعلا فإن هناك في المغرب وهناك في الجزائر وغيرها قامت دعوة سلفية حقيقية، وهي أيضا يعني غير موصودة هنا، غاية من بعد أكثر يعني من بلاد فارس أتى بنا باثنين ممن نظما كل واحد قصيدة في تقرير اعتقادها السنة مشهورا الكمالي وغيره يعني وابن غريب. المقصود بدأ بالتمهيدات، هذه التمهيدات الأولى فيها الحالة التي كان عليها القرن الرابع عشر أثر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب عليهم، المنظومات العقدية التي ظهرت سماتها العامة، ثم الفصل الأول خاص بمنظومات التي فيها تقرير الاعتقاد، والتقرير قسموا إلى قسمين، التقرير المجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد. ثم بعد الثاني الفصل الذي بعده منهج السنة في منظومات العقدية في القرآن الشيء فيها آسف اللي هي فيها الردود، فيها آسف الردود على المخالفين، فيها الردود على المخالفين. الفصل الثاني منهجهم العام في هذه المنظومات، وهذا فيه استجلاء كيف يوصلون النواحي العلمية، اهتمام بتوحيد العبادة، يعني أثر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب واضح فيهم وأجلاه جدا. كل واحد منهم يا ولدي إيش يفعل؟ طبعا من مزايا بحثه يقول عن بقية الأبحاث السابقة أنه يذكر المنظومة كاملا، يقول جاء شوف هذه ها منظومة فوق قريب 600 يذكر لك كاملة ويأتي لك بشيء من التعليق عليها، يأتي إلى كل واحد منها. هل يذكر شيخ على أي طبعة يعني؟ لحظة شو مثلا هذه منظومة تأييد، هذه منظومة أول شيء يترجم لك الناظم
بترجمة تكون له كاشفة لمن هو بالضبط، ثم يتكلم عن نفس المنظومة، طبعات المنظومة، اسم المنظومة الحقيقي، تعريف بها موجز كيف هي، ثم نص المنظومة كاملا، ثم إذا طبعا هذا التعليقات كاشفة نوعا، بعد ما ينتهي من المنظومة كاملة مجمل المسائل التي فيها، وهكذا دواليك على في كافة المنظومات وفقه الله. كنت أتمنى لو أنه شكل المنظومة، فإن هذا يحتاج إليه الكتاب في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيليا وفقهم الله. هذا ولدي كتاب صنفه صاحبه بعد أن صنف كذا كتاب، وهو متخصص عالم في القراءات، متخصص له عدد من المصنفات في التجويد والقراءات، وهو مقرئ أصلا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ المصري المعروف أحمد بن أحمد محمد عبد الله الطويل وفقه الله، وهو يعني بارك الله في عمره المديد، صاحب أيادي بيضاء في مسألة الإقراء، له نشاط ظاهر في إذاعة القرآن سنين طويلة، ودرس في المملكة يعني عدد عقودا، ويعني ما أدري والله هو حي ولا لك، أتمنى أنه حي، إذا كان حيا فعمره قريب 83-82 حوله يعني، أسأل الله يمد في يعني في عمره في صحته وعافية جلالة الإمام عمل صالح. هذا كتاب سماه تيسير علم التجويد، أصله كتاب صنفه قبله، ثم رأى بعد ذلك بعد مدة طويلة أن يعيد النظر فيه حتى يكون حلقات وشيء من ذلك، فرأى هناك ثغرات في التصنيف الأول، فجاء في هذا الكتاب وبدأ يتكلم عن قضايا، زاد أشياء فيه، شوف فيه تكميل وتذييل وتهذيب وشيء من ذلك، أضاف أبوابا كاملة، مثلا عندك قضية الوقف، يرى أن الوقف مهم جدا فيما يتعلق بمسألة التجويد، فأضاف الباب كاملا هنا الوقف ما يتعلق به، حتى أنه كان يصنع يداول، وأتى على منظومة المنظومات من الطيبة والشاطبية والطيبة، لكنه فين وين راح تجداول. ثم بعد ذلك هذه الخرائط، الكتاب مليء بهذه الخرائط الذهنية كما ترى، وأيضا فيه جداول جعلها للوقف كامل المصحف، لما جاء يقول وقف الابتداء لأهميته جاء إلى كامل المصحف وجعل له الجداول التي فيه لأجل، طبعا هذا ذكر المنظومات التي تتعلق بقضية محل البحث، وهو قد أتى بالأبواب المعروفة، يعني هذا هو كامل المصحف حتى يعرف أين الأوقاف الموجودة في وقسمها قال ثلاثة كبرى اللي هي المشهورة، الوقف الواجب والجائز والممنوع، يعني مشهورة، ثم بعد ذلك القصائد والعلاقة بها وشيء من ذلك. الكتاب حافل وحاوي، وهو عبارة عن خلاصة تجربة خاضها صاحبها لعقود من الزمان فرغها في هذا الكتاب، الكتاب في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقه الله. هل هي خاص بقراءة حفص أو يذكر القراءات الأخرى؟ لا هي حفص، لا 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 هي حفص، احيانا يعرج على اشياء، لكن هي اصلا حفص، لكن من طريق الشاطبيه وطريق الطيبه ايضا، يقول هذا ما حف عليها في كل كتب التجويد، يقول هو يقول انه بحث مسائل في التجويد لم يبحث احد من قبله واضاف في كتابه، هذا من الجده، هذا طبعا الجده هذه تحتاج الى نوع من الصبر وطول النفس في الباب. هذا ولدي عندنا ايضا رساله علميه، جاء الى قضيه مهمه جدا وهي تتعلق بقضايا الحيل الفقهيه، الحيل الفقهيه هذه عندنا لها طبعا هو باب مطروق من قديم اصلا، احنا ما نتكلم هذا الموضوع بالذات، العلماء قديما معروف عندهم وتكلموا عنه، وله عندهم صور وضوابط وشروط، ولهم وهو على عندهم على قسمين، قسم محرم لا يحل يتفق العلماء على حل وهو التحايل على الشريعه، وقسم ثاني يسموه بالمخارج، يعني ما هو المخرج الحسن الذي لا يخالف الشرع ويسموه بالحيله، يعني حيله ايضا وضحت، لكن نعم. يسموه بالحيلة لكن هو أصلا مخرج. طيب هذا الأمر تتابع عليه حتى وصلنا إلى العصر الحديث، واستفاد منه كثير المصارف التي تسمى المصارف الإسلامية اليوم، وصارت عند اللجان الشرعية صاروا كثيرا ما يبررون بعض المعاملات والعقود المحرمة بشيء من هذه الحيل بدعوى أنها مخارج. ما الذي حملهم على ذلك؟ قضايا كبرى، منها دعوى المصلحة، دعوى التيسير على المكلفين، دعوى ضغط أن والله هذا هو الحال اللي عندنا، الناس ما تأتي عند أشياء كثيرة. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى ابن محمد عبد الغني الخلوفي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي سماها الحيل الفقهية وعلاقتها بأعمال المصرفية الإسلامية، دراسة فقهية تطبيقية في ضوء المقاصد الشرعية. جاء إلى كثير من القضايا، جاء طبعا على محل التطبيق العقود التي خارجة من المصارف وكيف جاءت فيها الحيل، طبعا حسب فتاوى اللجان الشرعية عندها
أين موطن الحيلة فيها؟ هل هذه حيلة معتبرة شرعا أو لا؟ وهكذا قس حتى يذكر لك الجائز منها وما لا يجوز. فإنه تبين له أن بعضهم يتعمد بعض ما يسميه مخارج بينما هي حيلة محرمة لأجل مقاصد لهم، بينها وأخرجها في كتابه، وذكر أن الحيل آلت إلى قضايا فظيعة، يعني هو يعني صراحة يشتكي من الويلات التي أدت إليها هذه الأمور. طبعا قسم كتابه إلى هذه الفصول التي عليها الكتاب. الكتاب عبارة عن مقدمات تقدم بهذه التعاريف اللي هي مع التعريف مهمة للحيل، وتعريفها وأحوالها ونشأتها، أنواعها وأقسامها، أسباب ظهور الحيل وأقسامها عند العلماء والفقهاء، وتقسيمهم لها طبعا على قسم محرمة وجائزة، والحيل المحرمة اتفاقا ويتكلم عنها وتماشي. الفصل الثاني الحيل الفقهية المختلف فيها، وهذا المختلف فيها يبدأ يتكلم عنها كيف وظفها اليوم القائمون على المصارف الإسلامية أو في العقود المصارف الإسلامية. الفصل الثالث علاقة الحيل بالمقاصد الشرعية، وهنا وقف عند مجموعة من المقاصد يدعى أنها خادمة لهذه الحيل، يعني من قبل بعض المعاصرين. ثم بعد ذلك الفصل الرابع المصرفية الإسلامية والحيل الفقهية كواقع استشراف للواقع وبيان كيف حصل عندنا في الواقع. أركز هذا، شوف المبحث الثالث في صيغة التمويل، وأتى بنماذج من هذه صيغة التمويل وكيف حصل فيها عندنا هذا النوع التوسع. الفصل الخامس والأخير هذا تطبيقات على الحيل الفقهية في صيغة التمويل في لدى المصارف الإسلامية، وذكر مجموعة منها وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار قمول إشبيلية. هل اقتصر على مصارف بلد معين أو عممها في البلدان الإسلامية؟ لم أذكر أنه ما ذكر لا هذا ولا هذا، سكت عنها فضارنا منتقى. هذا أيضا بحث آخر أصولي، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد ابن سيدا أو ابن سيد أوبك وفقه الله في هذا البحث. هو إيش يقول؟ موضوع الاجتهاد معروفة في كتب الأصول، لكن يتكلمون عن الاجتهاد من ناحية أن من ثمرة كيفية الاستنباط الفروع الفقهية. قال ولم يتطرق أحد إلى موضوع الاجتهاد في مسائل الأصول نفسها، كيف تجتهد في الاجتهاد نفسه. سمى بحثه الاجتهاد الأصولي دراسة في المفهوم والمنهج لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد ابن سيد أوبك وفقه الله، وهو أراد أن يتكلم عن قضية الاجتهاد من الناحية النظرة الجملية الأصلية، كيف انطلق العلماء اجتهادا، كيف وقفوا، كيف تكلموا عن قضايا أو معنى صح عن أبواب الأصول العامة التي تكلموا عنها. بدأ يتكلم عن موضوع، طبعا هذه مقدمات. الباب الأول خاص في الاجتهاد في مسائل الدلالات، وموضوع الدلالات والكلام عنها تكلم عن هذا وكيف اجتهد منهجهم فيها، كيف كان المنهج والطريقة عنده ومفهوم الدلالة بالنسبة لهم. ثم بعد ذلك الاجتهاد في إثبات الأدلة وأنواعها. خلنا نروح أحسن هنا، يعني أيوه هذه خطة البحث، أحسن هذه هي خطة البحث، هذه هي تحت هذان الفصلان، هو باب الأول اجتهاد في الدلالات، ثم الاجتهاد في ما يتعلق الباب الأول والباب الثاني منهج الكشف عن دلالات الألفاظ، باب الثاني اجتهاد في إثبات الأدلة، ثلاثة فصول مفهوم الأدلة، الأدلة المثبتة للأحكام عند الأصوليين، والباب الثالث ما يتعلق في الاجتهاد الأصولي ومناهج الأصوليين في النظر إليه، كيف في منهجهم في الاستنباط، منهجهم ضوابط الاجتهاد الأصولي عندهم. الباب الرابع الأصولي عند علماء الأصول، وهذه تحتها فصلان والكلام عنها، الكلام أنه كيف يقرر أهل الأصول مسائل الأصول، كيف منهجهم في تقريرها، وكيف هو مفهومهم لهذه القضايا الأصولية وفقه والله الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا أيضا بحث آخر أصولي، وهو في موضوع بعنوان أثر تخصيص العلة في الفروع الفقهية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الملك بن صالح بن عبد الرحمن آل فريان وفقه الله. موضوع تخصيص العلة وهو ما جاء من الصور مشتمل على العلة في الظاهر لكن الحكم يتخلف عنها. لماذا تخلف الحكم؟ هل يعد تخلف الحكم تخصيصا للعلة أو لا يعد تخصيصا؟ هو احتاج أولا إلى دراسة أصولية لموضوع تخصيص العلة، هل تخصص العلة ولا ما تخصص العلة؟ هذا عندنا أول الأمر، وبدأ يبحث. طبعا الفروع الفقهية عندنا في الباب كثيرة جدا، هذا البحث بدأ بقضايا المفردات والتعريف ومسألة تخصيص العلة، الأقوال فيها والخارج، يعني
يعني هو ذهب إلى القول بجواز التخصيص مطلقا، هو قال هناك من أجاز مطلقا، هناك من منع، هناك من فصل، إذا كانت العلة منصوصة جازة وإلا مستنبطة فلا، لكن ذهب إلى الجواز مطلقا. المقصود الفصل الأول جعله خاص بأثر تخصيص العلة في أبواب العبادات، وساق لك نماذج يأتي إلى كل مسألة، مثلا حكم طهورية سؤر السباع، يأتي أول شيء القول الأقوال في الباب أو في المسألة، ثم يأتي لك إلى الترجيح، ثم المطلب الثاني صلته بتخصيص العلة، لماذا قيل مثلا بكذا مع أن المفروض يقولون كذا، لماذا خصت بهذه هذه الصورة بالذات. بعد ذلك في المعاملات باب الفصل الثاني والفصل الثالث ما يتعلق ببقية الأبواب اللي هو هذا فين المبحث، الفصل الخامس المبحث الثامن ضمان قضايا، هذا في غير العبادات، اللهم صل على محمد، وهو أطول الأبواب اللي هو في غير العبادات، عندنا 12 مبحثا 13 مبحثا إلى أن وصلها إلى 16 مبحثا. الفصل الثالث مسألة صورة التخصيص هل يجري فيها القياس أم لا والكلام عنها، وهي مسألة فريدة. طبعا كل مسألة يترك لك المسائل الأقوال بعد أن ينتهي منها، شوف هذا يأتي يخص بمطلب، شوف صلتها بتخصيص العلة، ويبدأ يجلي لك الصورة وكيف يكون كان المفروض، لماذا خص، ما وجه التخصيص، وانت ماشي وفق الله كتاب في مجلد من صلارات دار كنوز إشبيليا. هذا بحث لطيف جدا، جاء إلى صورة الإنسان واستخرج منها ما يتعلق بالمضامين التربوية من عدد من الجوانب، ثم بحثه المضامين التربوية المستنبطة من صورة الإنسان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن محمد تراكي الشيخ وفقه الله، وقدم له العلامة الشيخ المحدث عبد الله السعد بمقدمة كعادته مطولة، وهو قد جاء إلى أنواع من القضايا والمضامين التربوية واستخرجها أو استنبطها من سورة الإنسان، وهي اللي هي الفصول، تكلم أولا في التمهيد المضامين خلق الإنسان في سورة الإنسان والكلام عنها، ثم هذه الفصول، فصل آخر فيما يتعلق بالسلوك في سورة الإنسان ويتعلق بالقضايا التربوية، ثم تطرق إلى المضامين التربوية في السورة من الجانب العقدي خاصة بفصل، من الجانب التعبدي خاصة بفصل، ثم من وهذا أطال في الكلام، ثم الأساليب التي جاءت في الصورة وتكلم عن أساليب أنواع كيف جاءت هذه الصورة بنوع أنواع، خمسة مباحث عندنا وفقه الله، والكتاب لطيف في مجلد لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية، وعندنا أيضا هذا المعجم اللطيف وهو عبارة عن نوع من الصبر، من الصبر والاستقراء لصح لأديب، يعني هو تقصى لهذه القضية، وجد أن المصطلحات لها قضية كبيرة فيما يتعلق بموضوع الأدب الإسلامي، وصار يجمع أشبه ما يكون بمعجم حتى يرجع إليه ليعرف هذا المصطلح ودلالته في موضوع الأدب الإسلامي. جميل. ورتبها على الأحرف بعد الألف وباء وشيء معجميا وعرف بها، حتى أن بعض المصطلحات في مشتركات في الأدب الإنساني عموما أتى بها، بل بعضها يقول ليس لها علاقة بالأدب بالضبط لكن لها صلة بالنوع آخر، يعني أتى بالمصطلح ولو له ريحة أدبية، ريحة من جهة الأدب أتى بها وتكلم عنها، سماها معجم مصطلحات الأدب الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد العظيم بن عزوز وفقه الله. هذه هي بدأ بالألف ابتلاء، بدأ يتكلم عنه إبداع الشخصية، طبعا هذه بالطريقة هذه من أولها إلى آخرها ويتكلم عنها، يعني أنا ماذا صراحة ليته رقم عدد المصطلحات الأدبية لكنا عرفنا، مجلد لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية، وهذا الأخير عندنا كتاب صاحبه حرر فيه قضايا تحتاج إلى لأحد الفرق الهامة وهو فرقة الخوارج، قديمة ولها ذيول إلى اليوم وصور متنوعة متلونة أيضا، أراد أن يدرسهم، هو سبق أنه هذا أبحاث محكمة ثم جمعها الآن في هذا وطبعت مرارا، لكن عندنا هذا الكتاب فيه تحرير لأن الشيخ عالم جليل متخصص في مسائل الاعتقاد، وهو أخو الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن وفقه الله، وقد عرف مصنفاته النافعة المفيدة وفقه الله. الكتاب بعنوان الخوارج نشأتهم وأشوف فرقهم صفاتهم الرد على أبرز عقائدهم بالذات قضية التكفير مرتكب الكبير وقضية الخروج على الأئمة، وهذه القضيتين أو يعني تكلم عنها بالذات لأن أكثر ما يميز هذه الفرقة، طبعا هو تعنى لهذه الفرقة والكلام وقسم كتابه كما ترى إلى أبحاثه ليجلي الصورة. أول ما بدأ في قضية نشأة، قضية تاريخية نشأة الخوارج في الفصل الأول كيف نشأوا، البدايات والظهور والمناظرات مع علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، ثم هذه أسباب الخروج اللي حصلت عندهم وأسماءهم وألقابهم، ثم بعد ذلك هذه لما جاء إلى أسباب
ذكر عندنا 16 الفرق، ستة فرق آخرهم الإباضية، صفات الخوارج وما يتعلق بهم، طبعا صفاتهم أحوالهم ما يتعلق بتكفير المرتكب الكبيرة كما قلت لك قبل قليل، أيضا مبحث عقيدة خوارج في الشفاعة والرد عليها، ثم عقيدته في الإمام العظمى والأمر معروف والنهي عن المنكر أيضا كذلك. والكتاب يعد من يعني أقعد الكتب في هذا المصنف أو مصنفة في هذه الفرقة، مجلد لطيف من إصدارات دار كنوز الإشبيلية، وفقكم الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.